أيها الإخوة، أولى فقراتنا هي القرآن الكريم. يتفضل الأستاذ المعلم الأستاذ عبد الحسين عبد الرضا عبد الحسين يتلو علينا آيات من الذكر الحكيم، فليتفضل مشكورا ومصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا
الفاضل والمعلم والقارئ الأستاذ عبد الرضا عبد الحسين على تلاوته العطرة، ونتمنى مشاركتنا في برامج أخرى.